قايد باي. القلعة التي تروي تاريخ مصر البحري، فقلعة قايد باي في الأسكندرية تعد من أهم القلاع على الساحل البحري الأبيض المتوسط، وقد نالت تلك القلعة عناية كبيرة على مر العصور لأهميتها العسكرية، وهي من القلاع التي بقيت إلى اليوم شاهدة على قوة الحضارة الإسلامية. وقد أنشأت هذه القلعة في عهد السلطان أبو نصر سيف الدين قايد باي سلطان دولة المماليك، وهذا بعد مشورة أحد معاوني السلطان بذلك البناء. وكان سبب إقامة القلعة هو خوف السلطان قايد باي من الغزو العثماني لمصر، وتم بناءها عام 882 من الهجرة في نهاية جزيرة فارس بأقصى غرب الأسكندرية. وقد أقيمت هذه القلعة في مكان فنار الأسكندرية القديم، وعلى مر العصور الإسلامية استخدم الحكام القلعة مكانا لحماية أنفسهم تماما كما فعلوا بقلعة القاهرة ودمياط والعريش، وجعلوا فيها طوائف من الجند والمشاة والفرسان والمدفعيين وجماعه من المعماريين والنجارين. وقد اقيمت قلعه قايد باي على مساحه 17550 متر مربع، اي ما يقرب الاربعه افدنه. وتاكيدا لتحصين قلعه قايد باي وزياده مناعتها، احيطت بسورين كبيرين من الاحجار الضخمه مبنيين بشكل يتفق مع الشكل الحربي لتلك القلعه. وفي العصر المملوكي تم الاهتمام بتلك القلعة اهتماما كبيرا، وزادوا من حاميتها وشحذها بالسلاح والعتاد. ولما فتح العثمانيون مصر استخدموا هذه القلعة مكانا لحمايتهم وحافظوا عليها، ولكن لما ضعفت الدولة العثمانية فقدت القلعة أهميتها وضعف حاميتها، فجاء تحالف فرنسي على مصر واستولوا على مدينة الإسكندرية ومنها تلك القلعة. ولما تولى محمد علي باشا حكم مصر اهتم بتحصين القلعة، وقام بتجديد أسوارها وتجديد مبانيها وتزويدها بالأسلحة والمدافع. ولما قامت ثورة أحمد عرابي قدم الاحتلال الإنجليزي على مصر وتم تخريب القلعة. وقامت لجنة حفظ الآثار العربية عام 1904 بعمل العديد من الإصلاحات بها وجددوا مبانيها. وفي العصر الحالي أصبحت أثراً تاريخياً يأتيه السياح من كل بلدان العالم، وأدعوكم لزيارتها لتروا عبق التاريخ وروعة البناء وجمال البحر وسحر الطبيعة.